بالقرب من مرسى غوارب الصيادين في منطقة شقرة. يعمل وجدي في صناعة الشباك الخاصة بالاصطياد من خلال وضع الإضافات الجديدة لها والتي تساعد الصيادين في عملهم. يرى وجدي أن هذه المهنة ما زالت محتفظة برواجها وتحظى بإقبال واسع من قبل الصيادين. هذا يجي جاهز يعني من الخارج، يعني يجي خلاص يجي على شكل بندة. اللهم يعني يقول لي مثلا نحن نضيف له يعني أشياء يعني بحيث إنه يستكمل يكون كامل. الاصطياد يعني نجهز له زي مثلا رصاص زي هكذا زي هذه نحن نضيف له، ونضيف له زي عملية كرب وهذا حلق بحيث إنه يستكمل يعني يكون كامل بحيث إن تقدر تعرف تنزل بالبحر الصادمة. يعتقد الصيادون في محافظة أبيان أن نسبة الاصطياد في المياه المحلية تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب دخول السفن والبواخر الكبيرة التي تعمل على جرف الأسماك والأحياء البحرية بشكل عشوائي، متسببة في تراجع نسبة الأسماك في المياه المحلية. السفن كانت لها حدود على كذا كذا مصر تنزل ولا خط دولي ما تخترقه. الآن تنزل لما الخط البري محرم دوليا ذا وتقرب فيه الصيد. هي هذا السفن اللي يمثله. وبينما كانت عليه السواحل اليمنية وما آلت إليه، يبقى غياب الدولة أهم الأسباب التي أدت إلى تدني الناتج من اصطياد الأسماك. وما يزال الصيادون في انتظار الاهتمام من قبل الجهات الحكومية، خصوصا وأن الثروة السمكية تمثل أهم روافد الدخل ليس على المستوى الفردي وإنما الوطني. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.